السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية تاعت بازا لنقف على مشروع الجامع القطب لمدينة تيبازا، واللي الأشغال الملاحظ أن الأشغال راهي جد متسارعة، ويعني هي فيها عدة ملحقات كالمكاتب المدرسة والقاعات للمحاضرات، فيها عدة ملحقات لي يعني تجعل من هذه الفضاءات الدينية الرحبة تمد التربية للنشأ هذا النشأ الجزائري. وهذه المبادرة اللي انطلقت هذه عدت حوالي 20 سنة، فيه جوامع في كل ولاية الوطن، وبالمناسبة نعلمكم بأنه فيه فيديوهات أخرى حول جوامع قطب في ولاية أخرى سنوافيكم بها في وقتها. إذن خليكم تتابعوا ما تبقى من هذا الفيديو، والسلام عليكم.